سعيد بالإخوة جميعاً والكنيسة كلها وكل كنايسنا، وكنا قرينا قراءة مقدسة مع جناب الشيخ بطرس. سوري أستاذ. من تكوين 24 قرينا الأعداد من 31 إلى 36، ورب النهاردة بيكلمنا كلام بسيط وجميل خالص. ادخل يا مبارك الرب، لماذا تقف خارجا؟ في عدد 31 زي ما قرينا، فقال ادخل يا مبارك الرب لماذا تقف خارجا وأنا قد هيأت البيت. هذه الكلمات الجميلة هي دعوة دائمة لكل إنسان يحب المسيح، دعوة للدخول إلى العمق في الحياة مع الرب وفي الشركة معاه. تكوين 24 بيشرح لنا وبيحكي لنا إزاي إبراهيم كان شايف الحياة والمستقبل، إزاي إبراهيم كان شايف العطايا اللي أعطاه ليها الرب. في بداية الإصحاح بيعرفنا الوحي حاجة مهمة جدا، شاف إبراهيم وتقدم في الأيام، وبارك الله إبراهيم في كل شيء. لو قرينا الآيات الأولى في الإصحاح ده هنلاقي إنه إبراهيم قال لعبده: كبير بيته مستولي على كل ما كان له، ضع يدك تحت فخذي فأستحلفك بالرب إله السماء وإله الأرض، لا تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين الذين أنا ساكنا بينهم، بل إلى أرضي وإلى عشيرتي تذهب وتأخذ زوجة لابني إسحاق. فقال له العبد: ربما لا تشاء المرأة أن تتبعني إلى هذه الأرض، هل أرجع بابنك إلى الأرض التي خرجت منها؟ فقال له إبراهيم: احترز أن ترجع بابني إلى هناك. والعبد سمع الكلام وراح رحلة طويلة جدا من أرض كنعان اللي ساكن فيها إبراهيم إلى الأرض اللي خرج منها إبراهيم. يعني مش الرحلة بتاعت إبراهيم، بالعكس. طبعا إبراهيم كان من أور الكلدانيين،